لكم احلى الوقتين، نقترح لكم مشروب ستاربكس لعمل ضجة كبيرة في العالم كله سيرتو في امريكا وفي كندا. مكونات جد بسيطة، ان شاء الله غتعجبكم ويعجب وليداتكم. بالنسبة للمكونات نحتاج على بركة الله دي غلاسون او مكعبات ثلج، نحتاج بسكوي اوريو وقهوة سواء نسبريسو او قهوة سريعة الذوبان. بالنسبة لي استعملت نسبريسو. عندنا غلاس او ايس كريم باي نكهة سواء نكهة القهوة الشوكولاتة او الفانيلا. بالنسبة لي غادي نعمل بنكهة القهوة. ونحتاج حليب بارد جدا والسكر تيبقى على حسب الرغبة. بما انه البسكوي عندنا حليلو والكلاس حليلو يعني سي با لا بين ان نضيف السكر. في مضرب الخلاط الكهربائي نضيف قطع ثلج. طريقة جد سهلة والمكونات بسيطة، نضيف نسبريسو وكيف ما قلت يمكن السيدة تستبدلها بقهوة سريعة الذوبان. نضيف 3/4 ديال كأس الخلاط الكهربائي من الحليب البارد، نضيف ايس كريم او غلاس سواء بنكهة القهوة نكهة الشوكولا او نكهة الفانيلا كاملين تيمشيو مع هاد الوصفة. كيف ما شفتو بالنسبة لي عملت بنكهة القهوة. تنضيفو قطع بسكوي اوريو من بعد ما زولنا لهم الكريمة الداخلية. وبالنسبة للبنات اللي بغاو طريقة تحضير اوريو في المنزل ان شاء الله في اسفل الفيديو في صندوق الوصف غنوضع لهم الطريقة والمكونات. تنوضعو هاد المكونات كاملة بها مضرب الخلاط الكهربائي وكنطحنوها حتى كتنسجم جميع المكونات، وضروري ما نقدموه او نشربوه وهو بارد جدا. غادي نقدموه في كوس تقديم، نقدروا نزينوه باللي شونتي، نقدروا نزينوه باللي كوبون ديال الشوكولا او ممكن غير طريفه من بسكوي اوريو. كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم وتجربوها لان فعلا رائعه وشبيهه تماما بالوصفه الاصليه. الا كانوا كيعجبكم المشروبات ديال ستاربكس كتبوا لي اسفل الفيديو في صندوق الوصف وان شاء الله نوضع لكم وصفات اخرى لستاربكس. كنشكركم حبيباتي للمشاهده.